اهلا بيكم معايا في حلقه جديده من برنامج حلو حادق. ان شاء الله احنا هنعمل النهارده عجينه المكرونه البيتي، عجينه المكرونه البيتي بس هنقدمها بشكل مختلف، هيبقى بالتوابل باذن الله. يعني نعملها ازاي بالتوابل بحيث ان احنا نلونها ويبقى ليها نكهه، وان شاء الله هنعمل كمان صوص ابيض مميز. وتالت حاجه هيبقى باذن الله معايا متسابقه من ريم، وهتقدم لنا تورتة هي كسبت بيها، وهنزين مع بعض بقى ان شاء الله تورتة جميلة جدا. طيب لأول وصفة عجينة المكرونة البيتي، انا كنت عملتها معاكم قبل كده بس المرة دي انا هعملها فيها تكة صحية، هتبقى بنص اسمر مع الدقيق الابيض، وفي نفس الوقت كمان هنبهرها او هنتبلها. معايا للمقادير كوباية دقيق أبيض أو قمح كامل أو نص نص، ويفضل لو نص نص أو دقيق أبيض بس، يعني يا دقيق أبيض بس يا إما كوباية دقيق أبيض يبقى نصه قمح كامل، لكن قمح كامل بس بتصعب شوية عملية السوى لأن فيها قشور كتير. معانا بيضة، ومعانا معلقتين كبار مية، ورشة ملح، ومعلقتين كبار زيت زيتون أو زيت ذرة أو عباد الشمس. خلاص يبقى احنا هنعمل ايه بقى دلوقتي للتوابل بقى اللي هتلون لنا العجينة؟ معانا كركم، لو عايزين بطعم الكاري يبقى تدخلوا كاري، لكن لو عايزينه لون بس يبقى كركم. ومعانا البابريكا الحلوة الحمراء علشان تدينا الاحمر، يعني يا الاصفر يا الاحمر، وممكن الاحمر جدا ندخل فيها صلصة، وممكن الاخضر جدا ندخل فيها سبانخ. فاحنا نقدر بالتوابل وبالاعشاب وبالخضره وبالصلصه والكلام ده كله ان احنا نشكل ونعمل الوان حلوه جدا وفوائد حلوه جدا. الوصفه دي تعتبر مفيده جدا كمكرونه بيتي، حلوه قوي في الزنقه، حلوه جدا للاطفال عشان فيها الفايده، القمح الكامل، معانا الزيوت النباتيه الحلوه، معانا البيضه، طبعا فايده حلوه جدا. هنزود بقى فايده لما نحط التوابل الحلوه، البابريكا الحلوه، الكركم، الكلام ده كله فوائد رهيبه. خلاص معايا بقى للصوص نفسه، معايا هيبقى ربع كيلو فراخ، صدور فراخ مكعبات، فلفل الوان مكعبات، الوان تدي لون حلو كده معانا، اللي عايز اخضر بس يحط اخضر بس. معانا معلقه زيت زيتون وكريمة طهي حسب الاحتياج، دي بقى للناس اللي مش عايزة تخس، للناس اللي عايزة تخس ما يحطوش الكريمة، يحطوا لبن خالي الدسم متقلب مع ايه، معلقة دقيق. معانا كمان تلت كوباية جبنة بارميجان او اي جبنة انتوا حابينها، بس نخلي بالنا برضو ان الجبنة هتزود سعرات. يبقى الوصفة دي تنفع معانا للنحاف او اللي مش عايزين يخسوا، وعشان نعملها للي عايز يخس يبقى نستبدل الجبنة والكريمة دي، الكريمة دي بلبن خالي الدسم خالص عليه معلقة دقيق بس عشان يبقى يتخن معنا شوية، والجبنة دي تبقى جبنة لايت خالص اللي هي بتبقى 7% دسم، مش أكتر من كده بس كده، وممكن نطعمها بشوية صور كريم، الكريمة دسمها برضو مش عالي. طيب لدينا معنا بقدونس مفروم، انا اول حاجه بس هحط الفراخ علشان تبتدي انها تستوي معانا، هنا عشان معانا زيت زيتون فانا نخلي بالنا بس اي زيوت نباتيه ما نعرضهاش لحراره عاليه، عايزين نستفاد من الزيوت يبقى لازم تبقى الحراره مش عاليه، مجرد ما تدخن معانا تحولت على طول لمواد مش كويسه، بخار الدخان ده معناه على طول انها ماده بقت يعني فيها مواد مش كويسة تأثر علينا على صحتنا جامد جدا. يبقى نحط كده معلقة، طاسة تكون يا ريت نوع كويس قوي 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 ما يلزقش فيه، والأحسن كمان الجرانيت، الجرانيت أحسن حاجة. الموضوع ده بقى مهم قوي ان احنا نركز فيه، هو أهمية إن الطاسة تكون سخنة علشان الفراخ ما تنزلش ميتها، لكن في نفس الوقت ما تبقاش سخنة قوي إنها تطلع دخان، فدي نقطة مش سهلة لازم نركز فيها جدا علشان الفراخ ما تنزلش ميتها، وفي نفس الوقت ما تكونش سخنة لدرجة إن إيه الزيت يطلع دخان معايا. ننزل بقى واحدة واحدة علشان إيه نضمن ان ايه ان الطاسه سخونتها مظبوطه
وفي نفس الوقت ما سقعهاش بسرعه. طبعا الفراخ نكون غسلينها كويس جدا جدا. اللي عايز يزود مشروم بدل الفلفل يبقى مشروم، احنا عملناها قبل كده، ينفع مفيش اي مشكله. انا هنزل بس على ده ملح وفلفل. الفراخ نكون غسلينها بليمون احسن حاجه، الليمون بيشيل الزفاره تماما. طيب لغايه ما ده ياخد تشويحه ولون كده، بس من برده ما نلونهوش قوي عشان الصوص معانا ابيض. للي مش هحط كريمه خالص ممكن برده يبقى ايه، ممكن يديله لون اكتر شويه. هو حتى سريع جدا، واهم حاجه الطاسه تكون ما تلزقش. كل ما الطاسه كانت حلوه كل ما قللت معانا احتياجنا للدسم. احنا بنزود الدسم ليه؟ علشان حاجه كده ايه ما تلزقش معانا. فاحنا علشان نعرف نقلل الدسم لازم تبقى الطاسه فعلا ما بيلزقش فيها الحاجه، واحسن حاجه بصراحه الجرانيت، حلو جدا. طيب احنا نبتدي بقى نحط المقادير. نحط نص ابيض ونص اسمر، واحط عليه البيضه. قبل كده احنا كنا خلطنا الخلطه دي في بوله عادي، الطريقه دي بقى اسهل شويه هتوفر عننا العجن. بنحط شويه الزيت، نحطها كلها، ما ننساش نحط برضو شويه ملح فيها، مش لازم بس يعني ممكن بتظبط الطعم معانا. واللون اللي هو بقى قلنا ايه، بابريكا الحلوه اللي هتديني اللون الاحمر. والحاجات دي بتشد الولاد، تلوين المكرونه وعمل المكرونه بنفسهم بتخلي الولاد ياكلوا. فاحنا كده ضربنا عصفورين بحجر. نضرب بقى، ببتدي بقى ازود الميه. الميه اهي بزودها، لغايه تبقى عجينه حلوه معايا. نزود الميه شويه كمان، شايفين لمت العجينه ازاي؟ اهي لمت معايا لعجينه، لا تعبنا نفسنا ولا اي حاجه خالص، الجهاز هو اللي عمل قام بالواجب. بشوف بس هل هي لزجه كفايه، اروح مزوده شويه من الدقيق علشان مش عايزاها ملزقه. عجينه المكرونه ما تبقاش ملزقه قوي، مهم انها ما تبقاش ملزقه قوي. نضربها ضربه كمان، نشوف كده هي حلوه كده اهي. هنزلها بقى في بوله عشان، او هنزلها على الترابيزه عشان اعرف اعجن. يبقى نوسع بس كده ونبتدي. والمكرونه دي ما تاخدش وقت خالص على النار، فاحنا نخلص الصوص وكل حاجه ما تاخدش 5 دقايق على النار، اقل كمان 3 دقايق. نحط هنا الفلفل، فلفل مليان مضادات اكسده حلوه جدا للصحه. فيتامين سي طبعا بيكون طار هنا بقى خلاص علشان اللي اتعرض لحراره عاليه، لكن هنستفاد من المضادات الاكسده اللي موجوده الحلوه والالياف الحلوه والفيتامينات. خلاص مش بدي تشويحه قوي للفلفل، هو هيستوي معانا. بنزل بقى الكريمه علشان تساعدني على ايه السوى. للي عامل دايت برضو ومش حابب يحط لبن خالص، ممكن يستبدل اللبن ده كويس جدا يحط مرقه
او شويه ميه بس عشان تساعد انها ايه تديني شويه سيوله عشان ننزل فيها المكرونه، او ما نحطش خالص وننزل المكرونه بشويه ميه من السلق نفسه. بنظبط بقى الطعم بالملح والفلفل، واخر حاجه بتنزل هنا الجبنه، نحط شويه برضو من الخضره، بقدونس، كزبره، اللي انتوا حابينه، بس لازم ده بقى ياخد كده غلوه علشان يستوي معانا على هدوء والايه قوام الصوص يتقل معانا. طيب دلوقتي بقى هنعمل ايه؟ نطلع العجينه. دايما نطلع السلاح الاول عشان ما نتعورش منه، وبننزل العجينه كده نعجنها بقى مع بعض. وزي ما قلت هي العجينه دي بنخلطها كويس، بس مهمه قوي انها تبقى مش ملزقه زي عجين اللي هو العجين اللي بنخمره. بس كده انا بقى اهو معجون حلو جدا معايا. كل اللي انا هعمله بقى ان انا هفرده، بس اهم حاجه لما اجي افرده ان انا احط دقيق كويس جدا من تحت ومن فوق. ليه؟ علشان لما اجي بقى اقطعه التقطيع بتاعتي هوريها لكم دلوقتي، يبقى بيفك معايا بسهوله، ما يبقاش ملزق كله في بعض. بس كل اللي انا هعمله هنروح فاصل، هفرد ده دلوقتي، احط الدقيق من تحت اهو ومن فوق، وافرده بالنشابه لغايه ما ترجعوا لي. اشوفكم بعد الفاصل ان شاء الله. نصيحتي ليكم النهارده عن تناول الفاكهه او شرب العصير، لا انصح بتناول الفاكهه كامله مش ان احنا نشرب عصير الفاكهه. يعني ايه؟ يعني الفاكهه وهي كامله بتبقى بأليافها وبكل حاجه فيها كامله على بعض، لكن العصير بتاعها بيبقى ناقصه الالياف. خلاص احنا شلنا الالياف، والالياف دي مهمه جدا، ليها دور هايل في حاجات كتيره جدا جدا، هايله للامعاء، هايله للشبع، هايله لحاجات كتير جدا. فالافيد ان احنا ناخد الفاكهه كامله على بعض بدل ما ناخد عصيرها. لو هناخد عصيرها يبقى ده اقل فايده طبعا، يبقى ناخده غير مضاف ليه السكر، وكمان ما نستناش عليه، يعني بعد العصر نشربه على طول، لان كل ما بنستنى كل ما الفوائد بتقل تدريجيا مع الوقت. هي دي كانت نصيحتي ليكم النهارده. اهلا بيكم بعد الفاصل. وزي ما انتم شايفين اهو العجينه الصغيره اللي كانت قد كده، ايه كوبايه الدقيق الواحده عملت معانا قد ايه. مهم بس ان احنا نفرده الفرده دي، شايفين رفيع خالص زي الورقه، ولا احتاجنا جهاز ولا اي حاجه، فردتها بسيطه وما فيهاش اي صعوبه. لو عملناها بالطريقه اللي وريتها لكم دي هتلاقوا الموضوع سهل جدا. نحط بقى دقيق، حطوا ليه؟ انا هقول لكم دلوقتي مهم في ايه. مهم ان لما تحطوا كم الدقيق ده هيساعد جدا في ان الموضوع يفك معانا بسهوله، مش هتكلكع ولا تمسك تقفش في بعض. خلاص ومن تحت كمان، يبقى احنا نعمل كده حبه حلوين كده. وايه بصوا انا عملت الكلام ده مع فصول كتير، ومهم جدا انا بجيب لكم التكات اللي هي بقع فيها، يعني الحاجات اللي ايه بعملها والاقيني وقعت فيها ولقيت الطلبة وقعوا فيها، فايه بقول لكم عليها نخلي بالنا منها ازاي. خلاص حطينا دقيق كتير كده زي ما انتم شايفين هيتقلبت بيضه، نروح بقى برمنها. طبعا في الطريقه الثانيه نقعد نقطع دي لو انتم عايزين تعملوا بقى اشكال معينه، يعني احنا عملنا قبل كده شكل الفراشات او الفيونكات، فدي بنقطع احسن وهي بتبقى ايه مفروده، لكن احنا دلوقتي هنعمل اللي هو الشرايط اللي هي بقى فيتوتشيني، عايزينها ارفع، عايزينها زي ما تحبوا، اهم حاجه ان احنا عملناها كده. خلاص المره دي بقى هعمل بقطعها اللي هي مشرشر، نقطع بقى بالشكل ده ونحاول زي ما بقول انها تبقى بالشكل اللي احنا عايزينه. انا اللي هعملها رفيعه قوي ولا سميكه قوي، الشكل ده حلو جدا.
اهو شايفين، نروح شايلينهم من بعض. الموضوع بيبقى بسيط جدا. وعملنا قبل كده برضو الرافيولي وعملنا اللازانيا البيتي، موضوع بسيط مادام احنا معانا خلاص العجينه الاصليه السهله. وهي بصراحه كمان مش العجينه الاصليه، العجينه الاصليه بتتعمل بصفار البيض مش بالبيضه الكامله، لكن هي بصراحه بالبيضه الكامله طعمها حلو وافيد بكتير جدا عن لو عملناها بس بصفار البيض. ليه؟ صفار البيض ده دسم وفيه فيتامينات وكل حاجه، لكن البياض بقى ده البروتين كله، بروتين نقي جدا جدا، فليه ما نستغلهوش؟ والوصفه بيطلع طعمها حلو. انا عايزه اقول لكم وصفه المكرونه دي لما بعملها مع الولاد بيقعدوا يقولوا لي عايزين تاني تاني ونغرف وعايزين ناخد معانا البيت، وبيبقوا فعلا مبهورين بيها جدا. نعمل لهم حاجه مفيده يعني، الموضوع سهل زي ما شوفنا في محاضره الطعام وكل حاجه، بس خلاص دقيق بقى كتير. فايدته ايه؟ ان احنا نعرف بسهوله نفكه. لو احنا ما كناش حطينا الدقيق مش هنعرف نفكه خالص من بعض، كان هيبقى لازق لازق. عندي طلبه يقعدوا يفكوا واحده واحده عشان ايه؟ من كتر ما هو لازق في بعض. فاحنا ايه؟ نخلي بالنا. وليه لازم يكون رفيع؟ لانه لسه هينفخ معانا جدا في الميه يعني بيتخن. انا عاملاه شرايط تخينه المره دي، انتوا زي ما تحبوا بقى، بس الشرايط التخينه برضو بيبقى ليها بتتباع بره بس بصراحه ما بشوفهاش في مصر، فاحنا نعملها بنفسنا. شايفين لونه بقى حلو ازاي؟ عشان البابريكا الحمراء مش ابيض بس. بس كده نجيب ايه بقى؟ نجيب اي حاجه. اتاكد هنا كده الدنيا ايه اخبارها، اهو شوفوا الصوص سمك معانا ازاي وريحته جميله جدا. الفلفل لما بيتشوح كده. طيب انا هحط بقى المكرونه دلوقتي لازم في حاجه كده علشان ايه؟ نقدر ننزل دي زياده عشان ما ينزلش معانا في ال، مش عايزينه احنا في الميه المغليه، هيعجن الدنيا لو نزل معانا في الميه المغليه. لازم نعمله كده كله كده ينزل معانا كويس. خدوا وقتكم يعني عشان ايه؟ والمكرونه دي بتشبع اكتر من مكرونات البيضه لان فيها القمح الكامل. دي القمح الكامل نجيبه منين؟ نجيبه من السوبر ماركت قسم الدقيق. ده مغلي معانا خلاص، نحط برضو رشة الملح في المية وننزل بقى. بصوا مش بنزله حتة واحدة، بنزله كده واحدة واحدة علشان ما يلزقوش في بعض، ولازم تقليبه برضو اول ما ينزل. مخلي الولاد بقى الطلبة عندي يعملوا حتة كده، اديهم حتة عجينة وكل واحد ايه يبتدي يفرد فيها. وبجد كوبايتين، فعلا كوبايتين تلاتة دقيق بيكفي عدد كبير جدا. ده بس عايزه اوطي عليه عشان عالي، احطه كده على جنب شويه. انا حاسه ان هو عمل شويه. طيب مهم كمان ان احنا نقلبه، نديله كده تقليبه اهو عشان نفكه من بعض وبس، واسيبه يغلي. نعرف امتى بقى ان هو مستوى معانا؟ لما الاقيه قب معانا لفوق. اول ما الاقيه قب لفوق، العجينه قبت لفوق كده خلاص استوى معانا، وده ما بياخدش غير 3 دقايق بس كده اهو. للاسف بس الفراخ اخدت لها تحميصه من تحت عشان النار كانت برضو عاليه شويه. اخر تكه بحطها هنا بقى تقليبه الجبنه، ما بنحطش كتير بس هي برضو بتدي طعم حلو للصوص وبتدي له سماكه حلو. بس كده خلاص. هنروح بقى احنا الفاصل، وعلى ما ده يكون طلع لفوق نرجع من الفاصل هيكون معايا ضيفه ان شاء الله. الضيفه دي هتقدم لنا تورته شكلها جميل جدا، نعملها مع بعض ان شاء الله، واحط بقى المكرونه على طول واقدمها. اشوفكم بعد الفاصل ان شاء الله. اهلا بيكم معايا من الفاصل. زي ما انتم شايفين معايا مروه. ازيك يا مروه؟ ازيك يا سالي، عامله ايه؟ انت فنانه يا مروه بجد. ميرسي يا سالي، والله كله من ابداعك يعني. الله يخليك يا حبيبتي.
مروة كسبت في مسابقة دريم، وهي كانت قدمت التورتة دي على شم نسيم صح؟ اه. وهي معانا النهاردة وهتقدم لنا كيكة والتورتة هنزينها مع بعض. وطبعا قبل ما نبتدي كمان عايزة اقول لكم انها جايبة لي هدية تجنن. بصوا يا رب تعجبك. الله يخليكي، عجبتني اصلا اول ما شفتها بجد، تحفة تحفة تحفة. ممكن افتحها؟ يا ريت. يعني عايزين نشوف الشغل. انت عارفة انا بعشق حاجة اسمها تزيين وعجينة السكر. انا حبيت السكر. الحاجات دي بجد من تالي فؤاد. الله يخليكي يا حبيبتي، بجد شغل واتقان هايل هايل فعلا. بصوا انا هطلعها لكم قدام، يعني بجد كاتبه بقى وحركات والليدي بيرد والالوان. بصوا الاخضر وكسراه بالاحمر الشريطه، ومن فوق اللي هو الليدي بيرد. بجد جميل جدا، تسلم. ابداع وفن. فعلا والله شاطره بجد، هايله بجد، يعني جميله 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 مية مية. انا عايزه اقولك انا بعشق التزيين وبعشق عجينه السكر جدا، بس ما بحبش اعملها كتير لانها بتاخد وقت في البرنامج، وقت في نفس الوقت تحضيرات يعني من قبلها. بالظبط. اه بالظبط. طيب عايزين نبتدي بقى، قولي لي قبل معلش عايزه بس سريعا اوريكم المكرونه خلاص، بس عشان ما نطولهاش بنصفيها وبنزلها في الصوص وتقليبه وغرفه على طول، الموضوع ما بيطولش خالص زي ما بقول لكم. ولونها ليه كده؟ عشان عملناها بالبابريكا الحمراء. انا عايزاكي بقى انت، انا اثناء ما هقلب دلوقتي ده قولي لي انت بقى المقادير بتاعه الكيكه بتاعتك. اوكي. هي كيكه فانيليا، 4 بيضات، كوبايه وربع سكر، كوبايتين دقيق، فانيليا، نص زيت، وكمان نص لبن. هي بتخلطي بقى على ايه؟ طبعا بحط البيض الاول وباك واحد كيك شيف صح؟ اه باك واحد. عايزه بس المضرب. بتضربي الحاجات السايله الاول؟ اه بضرب السايل الاول بعد كده الجاف. انا حطيت شويه بقدونس هنا بس علشان ايه نكسر اللون، عشان اللون الاحمرات عادي هنا شويه. واحط السكر شويه شويه يعني. اوكي. طب جربتي قبل كده تحطي السكر كله مره واحده؟ هو بس انا بحس ان هو مثلا يعني ممكن يكتل شويه، فانا بقى يعني بطمن لما احط شويه شويه. اه واحده واحده. اوكي. هو كل واحد ليه طريقه طبعا في طريقه التقديم او طريقه العمل. طبعا لو مضرب كهرباء طبعا هيبقى يسرع اكتر. اوكي. والفانيليا السايلة دي حاجة يعني جميلة جدا برضو، خدناها من البرنامج. الله يخليك يا رب. أنا فعلا ما بعرفش أشتغل غير بيها. لا حاجة يعني خاصة في الكيك الفانيليا. والسبونج وكله بتفرق جدا، يعني فعلا بتخلي النكهة بتاعتها بتبقى قوية من إلى يعني. فعلا. حتى عندي الولاد في المدرسة بيبقوا عايزين يبلعوا الازازه كلها، يشربوها كده من كتر ريحتها كمان. ريحتها خطيره يعني. انا عندي الطلبه مني، انا مدرسه انجليش، فعندي الطلبه بيموتوا في الكيكه شوكليت. طبعا فيها النسكافيه اللي هو القهوه وسريعة الذوبان. بتدي نكهه اضافيه تحفه. غير طبعا حشوه النوتيلا برضو، دي كانت اختراعك يعني. حشوه كريمه الدهن. كريمه الدهن. طيب انا هحط شويه جبنه هنا بس من فوق عشان التقديم. احط اللبن. مدرسه زيي بقى، فيعني بحاول اشجع الطلبه بتوعي على المذاكره، بعمل لهم حاجه حلوه. كان عندي في ثالثه اعدادي الستوري بتاعت الجيرني تو سنتر اوف ذا ايرث، فعملت لهم احداث 2 شابترز على تورته كامله عشان يعني يحاولوا ان هم يحفظوا يعني اسهل. حلوه جدا. الواحد لما بالمجسمات بتاعت الستوري بتاعتها كلها يعني احداث 2 شابترز كامله.
حلو جدا. فطبعا ده كانت الحصه عباره ان هم بيشرحوا على التورته الاول وبعد كده بقى بيبداوا ان هم يعني يفرحوا بقى بالتورته وياكلوا ونقطعها. حلوه هايله ما تتخيليش. دايما الواحد كانت فكره جميله. كانت فكره جميله جدا وشجعتهم اكتر على المذاكره. اوكي برافو عليك. قولي لي بقى، طب انت بما انك مدرسه خلينا ندخل الدقيق بقى علشان بس نلحق الوقت. هحط بس عليه الاول كيك شيف. بالظبط. وعايزاكي تحكي لي انت يعني انت مدرسه وبتدرسي انجليزي لكن حبيتي تعملي التورت والكلام ده، جت ازاي بقى؟ هي عندي ماما في البيت يعني من صغرنا هي بتعمل لنا الحاجات الحلويات وحلو دوت، بس انا كنت فاكره الحاجات دي صعبه بصراحه. يعني ما كنتش قوي اخش المطبخ اعمل حلو، ما دخلتش غير ببدايه برنامج حلو وحيدة يا حبيبي. بجد يعني بصراحه. انت عايزه تقولي لي ان شغلك ده المستوى ده من بعد البرنامج هو انا ده؟ بعد كده طورت يعني، انا خدت برضو افكار بالبرنامج و خدت انا وماما كورسز في الكيك ديكوريشن، بدانا نطور شويه ونشوف فيديوهات، نبدا ان احنا نعرف ناس فبنطور، وان شاء الله لسه حتى فتحنا كمان بيج على الفيسبوك وساعات بيجي لنا اوردرز. حلو جدا برافو عليك. هي حاجه مسليه وفي نفس الوقت يعني بتطلع الطاقه السلبيه اللي في الواحد، ان هو بالضبط. هي بتاخد فعلا وقت كبير ومجهود بس الواحد بيبقى مبسوط وهو بيشتغل. بالظبط طبعا هو ده الاساس. احنا قدامنا 3 دقايق بس فعايزين نلحق ان احنا لسه هتزيني اوكي. ده انت الزيت بتحطي امتى؟ انا حطيت جزء من الزيت في الاول. والميه؟ لا الميه دي عشان الوردات. اوكي يبقى دي نحطها على جنب بس عشان ما نتلخبطوش ونشيل ده. طبعا بعد كده احنا المقدار ممكن حسب بقى المقاس اللي احنا عاملينه نقدر ان احنا نزود او نضاعف الكميه، عشان لو انا عايزاها عاليه زي ما انا عاملاها كده بحاول ان اضاعف الكميه او اعمل على مرتين. اوكي هي اللي بتدخليها الفرن على كام؟ على 180. 180 شوف الفرن على 180. ايوه مظبوط على 180. ممكن نحط ورق زبده عشان برضو ما تلزقش وتساعد ان هي تعلى اكتر. اوكي انت حاسه ان ورق الزبده بيساعد على انها تعلى اكتر؟ بيرفعها لفوق. بيرفعها. اوكي بجربها وندخلها الفرن. طيب انت بتحطي في قوالب غامقه ولا قوالب فاتحه؟ لا فاتحه. وبرده ده من البرنامج يعني كل النصايح والافكار اللي هي التكات البسيطه دي هو ده اللي عجبني بصراحه. يعني التفاصيل الديتيلز كلها موجوده وفي نفس الوقت برده بتراعي ان هم ممكن يكون حاجه مثلا لو انا اقدر ادخل فيها حاجه لايت مثلا زي التشيز كيك. دي كانت بالنسبه لي حاجه صعبه جدا ان انا اعمل تشيز كيك في البيت. بعد البرنامج عملتها بكل الاشكال على البارد سخن بالجيلي يعني بصراحه. طب والله مبسوطه جدا ولسه في وصفات جايه ان شاء الله. انت بقى غطيتيها بعد كده بعد ما بردت بكريمه زبده وحطيتي عجينه السكر. أوكي. ودي اشكال انت قطعتيها من عجينه السكر. بالقطعات اللي هي العاديه اللي بتتباع في المحلات. هبدا ان انا احط الوردات. طبعا لازم ببل اي شكل انا عاملاه، ممكن بميه او ميه او ميه بسكر حسب يعني اللي انا عايزاه. وطبعا المجسمات دي مش محتاجه بودره تنشيف لانها برده مش مجسمات برقبه او بحاجه مش عاليه. مش اشخاص. بالظبط. لكن الاشخاص والحاجات اللي هي ممكن تميل كده على جنب دي لازم بودره تنشيف، لكن دول دي مش محتاجه. يعني الودان دي انت عاملاها برده بالتوسبيك او عود اللي هو الخشب الصغير بحيث ده حاجات صغيره رفيعه تمسك، لكن الحاجات اللي هي زي ما بقول العاليه لازم ايه لازم تتعمل التزيين طبعا بيبقى حسب بقى اللي انا عايزاه. هي بس احنا ممكن نعمل الوش كده بس بحيث ايه انه يبان لل اوكي. صدفه قدمتها فعلا في شم النسيم ده
كنت عامله اللي هو شايفين دي، هو اللي هي بتتحط دلوقتي فوق دي اللي هو كانه غطسان جوه. بس انا عملت منها الكبيره، كان مقاس كبير. كان مقاس كبير. لذيذ قوي، الفكره حلوه جدا انك تعملي كانها الرمله وغطسان جواها. كانه بيحفر بقى عشان الكاروت يطلعوا. انا عملته كانه غطسان جوه اللوز الملون بقى. شفتها الحلقه كانت خطيره. يخليكي. ده هتحطيه هنا بقى في النص ولا فين؟ هبدا ان انا احطه هنا كده والتاني جنبه، وطبعا الجزر ببدا ان انا ارصصه كده. جميل قوي قوي قوي. هي كانت عشان عشام النسيم، فانا حتى الجزر كانها غطسانه تحفه. انا حاولت ان انا اجمع كل حاجه، البيض بتاع عشام النسيم، الفلاورز. احنا ممكن نلفها، تعرفي تشتغلي وهي للكاميرا عشان نشوفوها؟ طبعا، معلش انا في الحاجات دي بتحول لطفله صغيره. ابتدي بقى. ممكن بقى نبدا ان احنا نعمل الفروع. انتي عملتي فعلا شويه افكار جميله جدا. يعني انتي اديتيني افكار حلوه، يعني بصراحه بفكر اعملها السنه الجايه بقى عشان بنسيم السنه الجايه. والله عشان ما تشوفي حلقات السنه الجايه انت عارفه ان انا اللي واخده بقى الافكار منك. الافكار كلها والله بجد من البروجرام ومنك، يعني حتى النصايح عشان الدايت دي كانت برضو. جربتي حاجه منها من 10 سنين؟ انا على طول الشاي بالليمون، انا بس بزود عليه باكت قرفه. بحس ان هو بيساعد الحل. طبعا. الزبادي بالليمون برضو بيبقى ضروري ان انا اخده مثلا قبل ما انام بساعه ونص. هو بس الشغل اللي برضو الواحد في الاجازه بحاول ان انا اظبط الحاجات دي قوي. يعني هبدا بس ان انا اخد فرع كمان، وبرضو لازم بندهن. والله انا بصي انا في شم نسيم قدمت حاجات كانت فيها شغل، بس جيت على الهوا بقى رحت مقدمه وقلت بقى ايه للناس اللي لسه هتبتدي او كده، اقدم حاجات سريعه. ممكن نحط الورده ده هنا كده وسهله عليهم. فانت عملتي بقى كده ايه توازن، انت عملتي قدمتي بقى حاجه قويه جدا ومحتاجه شغل عشان برضو الناس تبقى شايفه. كمان الباتر فلاي برضو من الحاجات اللي هي بتاعت الربيع، بتدي فعلا شكل حلو جدا. طيب احنا للاسف لازم نختم. شكلها جميل جدا من ناحيه من قدام، يعني احنا مش لازم نعمل كله حوالين داير، بس هي شكلها جميل جدا 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 حقيقي فعلا. وهميه وهميه. بصوا بس ده هنا جميله جدا. هو بس منه نشف عشان هي عجينه السكر دايما اما بسيبها بره في لازم في الجو دايما بحطها في اكياس علشان تحاول ان هي تمسك. بالظبط. جميله، شايفين جميله ازاي؟ انا عارفه انت عايزه تكملي. احنا للاسف لازم نختم، وعايزه لسه اسلمك هديه كبيره جدا دي من دريم. هديه حلوه قوي 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 وبصراحه تستاهليها جدا. انت مقدمه حاجات فنيه رهيبه. ميرسي قوي. الف مبروك. الله يبارك فيك. وهتنفعك في المطبخ ان شاء الله عشان تشجيع برضو. ان شاء الله. وعايزه تقولي حاجه قبل ما نختم؟ عايزه اقول انا يعني بجد مبسوطه ان انا داخله المسابقه علشان سالي فؤاد. ميرسي يا حبيبتي قوي. وكنت زمان اشوف الاطفال بييجوا مثلا عشان عيد ميلادهم او كده، كنت بحقد عليهم جدا. يا حبيبتي لا فيعني النهارده كان احلى يوم بجد. نورتيني جدا جدا. ميرسي يا سالي. ميرسي. انا بشكرك جدا. يا رب الحلقه تكون عجبتكم، والقعده ان شاء الله 8 بالليل و8 الصبح. نشوفكم على خير باذن الله. يلا باي باي.